وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ السيد مصطفى السيد عبد النبي هنا في مسجد الرحمن الرحيم بالمنير بمحافظة الجيزة، حيث الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي لا يألو جهدا في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر صحيح الدين كما أتى به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع الكريم في هذه الأيام نعيش ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الرحلة التي كانت تسرية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من حزن وألم وتعب ومشقة، وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لحبيبه ومصطفاه في هذه الرحلة: يا محمد، إن كان أهل مكة قد تركوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء، إلى هناك، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء، إلى بساط أنس الرحمن. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى الإسراء والمعراج. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. ونصلي ونسلم على حبيبنا صاحب الذكرى صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من أخرجت الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العبودية. بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. سنستمع في هذا اللقاء إلى كلمتين بمشيئة الله تبارك وتعالى عن ذكرى الإسراء والمعراج هنا في مسجد الرحمن الرحيم بالمنيب بمحافظة الجيزة، وسنستمع إلى الكلمة الثانية من الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الجيزة. والكلمة الأولى التي سنستمع إليها الآن من الأستاذ الدكتور محمد صالح عطية، الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، والذي يحدثنا عن ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا يفنى مداه، وصلى الله وسلم على نبيه الذي اصطفاه واختاره لرسالته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فأقدم بادئ الأمر
أوفى الشكر وأعوده وأزكاه وأجوده لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي تحولت معه المنابر الدعوية إلى منارات فكرية تثقيفية توعوية. وإذا سكت فإن أنطق من فمي عني يد الإحكام والإحسان. ورجالات الأوقاف جميعهم الذين يبذلون جهودا مثمرة في هذه الأماسي التثقيفية التوعوية، وفضيلة الدكتور السيد مسعد عالما جليلا ونشطا، بارك الله في جميع القائمين والمنظمين لهذه الأمسية. الإسراء والمعراج ليست رحلة عادية، وليست مجرد رحلة نبوية غيبية، إنما هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. إذ إن الله عز وجل لما تكلم عن الإسراء والمعراج وتكلم افتتح جل جلاله سورة الإسراء بقوله سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تنبه العلماء أن كلمة سبحان لا ترد في القرآن وصيغها إلا وينبغي للمسلم أن يتدبر ويتفكر ويتأمل فيما يأتي بعدها، لأن ما بعدها يحتاج إلى طول تفكر ومزيد تأمل. ورحلة الإسراء والمعراج رحلة نبوية عظمى سلى بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء أنها كانت في السنة 11 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة بسنة. 11 سنة ذاق فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الشدائد والابتلاءات والمحن والإحن التي تشوى لها الأكباد، صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فكانت رحلة الإسراء والمعراج حدا فاصلا بين طول الابتلاءات والصبر عليها وبين الفرج واليسر والسعة. لذلك الدروس والعبر في رحلة الإسراء والمعراج كثيرة جدا، لا يسع المقام أن نسردها جميعها، لكن نقف وقفات سريعة عند أهم هذه الدروس. أولها الافتقار إلى الله. مهما بلغت في هذه الدنيا من علم وجاه أو مال أو نسب أو حسب، فإن افتقارك إلى الله هو الأساس. وهذا ما يعلمنا إياه ربنا من رحلة الإسراء والمعراج. فالذي يسبب الأسباب هو الله، والذي يخلق النتائج هو الله، لكن مستحيل أن يقف الإنسان عند الأسباب ومسبباتها، إنما يجب أن يفتقر إلى الله تعالى. لذلك لما تكلم العلماء عن حسن التوكل على الله قالوا أن المؤمن الحق هو ذلك المؤمن الذي يأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ويفتقر ويتوكل ويتواكل على الله كأن الأسباب لا شيء. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني
أن الضيق مهما طال يأتي بعد الضيق الفرج، والعطاء يأتي بعد المنع، والسعة تأتي بعد الضيق، واليسر يأتي بعد العسر. وإلا ما تخيلنا كيف كان الضيق الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الطوال، 11 سنة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت بهم أيام كانوا في سنوات الحصار والصحيفة المزعومة، وصلت بهم الحال أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، بل لما فك الحصار عنهم كان عام الحزن، فما تأم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سنداً اجتماعياً للنبي، والذي كان ظهيراً للنبي صلى الله عليه وسلم أمام صناديد قريش، ثم ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت سنداً عاطفياً وداخلياً للنبي صلى الله عليه وسلم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف، ولك أن تتخيل كم المسافة بين مكة والطائف، يعني إذا حسبناها بالكيلومترات الآن أكثر من 85 كيلومتر بين مكة والطائف. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سار على قدميه الشريفتين هذه المسافة كلها فقط من أجل أن يستنصرهم، ومن أجل أن يدعوهم إلى التوحيد، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. لكنه صلى الله عليه وسلم واجهوه بالعناد والكبر والغرور والخوف على مصالحهم الشخصية، حتى قال قائل منهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: أما وجد الله أحداً غيرك ليرسله؟ كل هذه الضوائق والضائقات والمحن والابتلاءات، ومع ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكله هم وحزن. فكانت رحلة الإسراء بداية الفرج، والفرج، وهذا هو الدرس الثالث الأهم، إذا جاء يأتي فوق التصورات، حين ييسر الله لك أمرك هذا اليسر يأتي فوق تصورك وفوق خيالك، إذ إنه من الذي كان يتوقع أن يزال هم النبي صلى الله عليه وسلم بمعراج إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث توقفت الأقلام. لذلك من أهم الدروس المستفادة أن الفرج يأتي بشيء لا يتصوره العقل، وبالتالي هذه سنة كونية، سنة كونية في كل الأزمان وكل الأماكن. ولكم أن تتخيلوا هذه القصة التي أختم بها مع حضراتكم، قصة مشهورة ربما يكون أصحابها على قيد الحياة الآن، وهي قصة مشهورة لطبيب في باكستان. هذه القصة لها إسقاط على درس من دروس الإسراء والمعراج، وهو طبيب من أشهر الأطباء في باكستان يسمى الدكتور إيشان. هذا الطبيب الجراح كان أعظم الأطباء في قبل الألفينات، قبل 2000. يحكي هو القصة ويقول باختصار: كان عنده مؤتمر صحفي علمي طبي كبير في إحدى المدن، تحرك بالطيارة، فجأة تعطلت الطيارة، لما تعطلت الطيارة نزلوا عند أقرب مطار، قالوا له: لن تستطيع الطيارة أن تتحرك إلا بعد 16 ساعة. 16 ساعة. فقال لهم: كيف ذلك؟ أنا طبيب مشهور والكل ينتظرني إلى آخره. فقال له أحد المستقبلين: يمكنك يا سعادة الدكتور
أن تستقل سيارة أو أن تستأجرها، لأن بينك وبين مكان انعقاد المؤتمر حوالي 3 ساعات بالسيارة. قال أفعل. فذهب بالسيارة، لكن فجأة تغير الجو، فجأة انقلبت الأحوال الجوية، مطر ورعد وبرق، حتى إنه توقف بسيارته ولا يستطيع أن يذهب يمينا أو يسارا، فوجد بيتا صغيرا في مكان نائم عن الناس. قال يدخل إلى هذا البيت يستريح بعض الوقت. فدخل إلى البيت فإذا بامرأة عجوز تصلي وتدعو. طرق الباب، قالت ادخل كائنا من كنت. فدخل الطبيب، أكل وشرب بعدما يعني استقبلته المرأة العجوز، ثم وجد المرأة تدعو بلهفة، فقال لها يا أمي إني وجدتك تدعين الله عز وجل لفترات. فقالت له يا بني والله إنني ما دعوت الله دعوة إلا استجاب لي إلا دعوة واحدة. قال لها ما هي؟ قالت له انظر إلى هذا الطفل الصغير، إنه حفيدي لا يستطيع الحركة، عنده مرض عضال، قالوا لي لن يستطيع أحد أن يعالج هذا الطفل إلا طبيب مشهور اسمه الدكتور إيشان، لكنني لا أستطيع الوصول إليه، ليس معي مال وليس معي ما يوصلني إليه. فبكت دكتور إيشان وقال لها يا أمي إن الله عطل من أجل دعوتك الطيارات وأرعد الرعد وأمطر المطر من أجل أن يأتيك الدكتور إيشان بنفسه. حين يأتي الفرج يأتي فوق التصورات. أخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النحلة، مثل المؤمن كمثل النحلة، أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. هذا هو شعار المؤمن الذي يجب أن يخرج من قصة الإسراء والمعراج، أن يكون كالنحلة، لا يأكل إلا طيبة، لا يدخل إلى عقله إلا أفكارا طيبة، ولا يدخل إلى جوفه إلا طعاما طيبا، ولا يدخل ماله إلا مالا طيبا، ولا يخرج منه إلا الطيب، وإذا وقع لا ينكسر. لا تكسره الابتلاءات ولا تهدمه الفتن، إنما يكون ثابتا. سبحان من أسرى بأشرف خلقه في رحلة المعراج والإسراء، هي رحلة عظمى تفوق خيالنا، دارت بها الأقدار في الأجواء. قد شاء رب العرش أن يهدي له شرف الضيافة في ربى الأفياء، شاء الإله بأن يسر حبيبه من وحشة وقطيعة وبلاء، شاء الإله بأن يفك كروبه ويهيئ الألباب للإصغاء. لك يا حبيبي في القلوب حفاوة ولك الفيوض تموج بالأرجاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشبي، وكم أمر تساء به مساء وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالله الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خب يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزعن إذا ما ناب خب فكم لله من لطف خفي. حقا إن اليسر يأتي بعد العسر، أدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر أحوالنا وأحوالكم، وأن يجعل الله لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور المحمدي صالح عطية الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا هنا في مسجد الرحمن الرحيم بالمنيب بمحافظة الجيزة، حيث الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في هذا اليوم عن ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورعاية الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الجيزة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم سرد الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. والعلم أفضل من المال، فالمال أنت تحرسه والعلم يحرسك. المال لا تنقصه الصدقة، والعلم يزكو بالإنفاق. وأنشد محب للعلم يقول: أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل، فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعلل. تحت عنوان الإسراء والمعراج للحبيب صلى الله عليه وسلم، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الجيزة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت بهم التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم أصحاب الوجوه المشرقة والقلوب الطيبة في بيت من بيوت الله، ومع لقاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزداد فخرنا وشرفنا أن نكون بصحبة العالم الجليل الدكتور المحمدي صالح عطية والدكتور وليد الحسيني، بارك الله فيهما. دائما نراهم في الليالي الطيبة والحديث عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، نحن في شهر من الأشهر الحرم، وهو شهر رجب. وعندما يأتي شهر رجب نتذكر فيه ذكرى لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الدروس والعبر. عندنا رحلة أرضية هي رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورحلة سماوية من المسجد الأقصى
إلى السماوات العلى إلى حيث شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. لما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن الإسراء قد سميت سورة باسمه، والمعراج جاء الحديث فيه، جاء الحديث عنه في سورة النجم. تأملت، والقرآن ترتيبه توقيفي من عند الله عز وجل. سورة الإسراء قبلها يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين، والله سبحانه وتعالى معه، فكانت رحلة الإسراء. في سورة النجم التي تحدثت عن المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا النجم؟ ما فائدة النجم؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونحن نهتدي بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبلها، قبل سورة النجم، سورة الطور، يقول ربنا سبحانه لنبيه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، والنجم إذا هوى. ليس هذا صدفة، ليس هذا صدفة أن يأتي الحديث عن الصبر قبل الحديث عن الإسراء أو المعراج، وليس صدفة أن يتحدث عن المتقين في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا، ويقول لرسوله في سورة الطور: فإنك بأعيننا، لترى أن الفرج يأتي بعد شدة، فالصبر لا يكون إلا إذا كانت هناك شدة. وأي شدة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي كانوا يؤذونه فيها، بل قاطعوه، بل صاروا يأكلون أوراق الشجر، بل أكثر من ذلك. أحد الصحابة يحدث أنه وهو يقضي حاجته يبول، سمع صوت شيء فنظر إليه، فإذا هي قطعة من الجلد، فأخذها وغسلها، ثم فرقها ونثرها، ثم أكلها وشرب عليها ماء، استمر عليها 3 أيام. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ضاقت سيأتي الفرج. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة نحفظها ونقرأها: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول علماء اللغة: الكلمة إذا تكررت معرفة، فالثانية عين الأولى، الثانية هي نفس الأولى. كلمة العسر نكرة أم معرفة؟ معرفة، فالعسر واحد. أما الكلمة إذا تكررت نكرة، فالثانية غير الأولى.
كلمة يسر جاءت منكرة فالثانية غير الأولى، ولذا قالوا لن يغلب عسر يسرين. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي أو فتأتي رحلة الإسراء لسيدنا النبي، سبحان الذي أسرى لم يقل سرى بنفسه. فعندما نضرب مثلا، إذا قلت إن الطفل الذي عمره شهور أتت به أو أتى به والده من مسافة 30 كيلو مثلا، هل يستغرب أحد هذا؟ لا، لا يستغرب أحد، لأنه جاء محمولا. أما لو قلت إنه جاء بنفسه، فكيف جاء بنفسه هذا الصبي الذي لا يستطيع المشي؟ الله سبحانه وتعالى لم يقل إن النبي سرى بنفسه، وإنما قال الله أسرى بعبده. ويأتي لفظ العبد، وهو أشرف وصف يوصف به الإنسان إذا كانت العبودية لله عز وجل. أشرف شيء أن تكون عبدا لله، ولذا جاء أسرى بعبده فأوحى إلى عبده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأضاف العبد إليه سبحانه وتعالى تشريفا، أسرى بعبده. وهنا ينبهنا رب العالمين سبحانه، وهو يعلم كل شيء، بأن هناك أناسا سيأتون في يوم من الأيام يشككون في رحلة الإسراء والمعراج، ويقولون إن النبي أسري بروحه. فجاء لفظ العبد الذي يشمل الجسد والروح ليدل على أن الإسراء كان حقيقة بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه بعبده. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من قبضة المغتصبين. المسجد الأقصى ثاني مسجد بني في الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أين؟ قال: المسجد الأقصى. والأقصى أي الأبعد لبعده عن المسجد الحرام. قيل: ثم أين؟ قال: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلني. بارك الله سبحانه وتعالى حوله ماديا ومعنويا، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذه هي غاية الإسراء، لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة الأرضية المشاهد التي تجعل أمته تقتدي به صلى الله عليه وسلم طاعة وعبادة. فلا تتكلم بكلمة إلا بعد أن تعرف موقع هذه الكلمة، لأن الكلمة إذا خرجت لا تعود أبدا. ولتنفق في سبيل الله، فمثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ولتعلي كلمة الله عز وجل، ولتمتثل بأوامر الله، ولتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه.
ثم تكون رحلة المعراج الذي أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يؤذن لغيره صلوات ربي وسلامه عليه. ويجد صلى الله عليه وسلم في السماوات من رسل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يلتقي بهم، فيجد في السماء الأولى سيدنا آدم عليه السلام، وفي الثانية يجد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى أولاد الخالة، ثم في الثالثة يجد نبي الله يوسف عليه السلام، وفي الرابعة يجد نبي الله إدريس، وفي الخامسة يجد نبي الله هارون، وفي السادسة يجد نبي الله موسى، وفي السابعة يجد نبي الله إبراهيم. لماذا هؤلاء الأنبياء بالذات؟ لماذا هؤلاء؟ إنه لما وجد في السماء الأولى آدم، وآدم أين كان مسكنه؟ كان في الجنة، وسوس إليه الشيطان فأخرجه من الجنة، فخرج من وطنه الأول، خرج من وطنه الجنة. فهذه هي وطنك الأول الذي تحن إليه. ولذا رسول الله سيخرج من وطنه الذي عاش فيه وتربى فيه مهاجرا. وفي السماء الثانية يجد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. ماذا فعل اليهود معهما؟ ليكون للنبي موقف مع اليهود عندما يهاجر إلى المدينة. أما سيدنا يوسف فمن الذي آذاه؟ إنهم إخوته. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاه قومه وأخرجوه من وطنه. ثم إن نبي الله يوسف قال لإخوته: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يقول لقومه: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وإذا كان إدريس قد رفعه الله مكانا عليا، فهكذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأذى وبعد ما لقاه من قريش وبعد ما لقاه من أهل الطائف، حتى إنه لم يستطع أن يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك هو المطعم بن عدي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا بعد ذلك فكلمني في هؤلاء لتركتهم له. كان يذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم. ويجد سيدنا هارون في السماء الخامسة. سيدنا هارون آذاه قومه، ثم بعد ذلك عاش معهم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد لرسول الله، بعد إذ آذاه قوم أنه سيعود إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، سيدنا موسى عالج قومه كثيرا. وجده في السماء السادسة. وهكذا كان رسول الله يعالج قومه كثيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المواقف:
رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ورأى في السماء السابعة سيدنا إبراهيم واضعا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور هو بيت حيال الكعبة. لو تتخيل أنه يسقط على الكعبة، يطوف به الملائكة، ومن طاف به لا يعود إليه مرة أخرى. وكأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تهاجر وبعد أن تخرج من مكة ستعود منتصرا وتصلي في بيت الله الحرام. وهكذا كان لقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأنبياء خاصة. في رحلة المعراج فرضت الصلاة، كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة، استدعي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضت 50 إلا أن سيدنا موسى قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه قد ابتلي ببني إسرائيل، وأمره أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. وهكذا بين موسى ورب العالمين سبحانه إلى أن صارت الصلوات 5 في العمل 50 في الأجر. الصلاة معراج المؤمن. إذا أردت أن تكلم الله عز وجل فادخل في الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. هكذا نعيش بين قرآن ربنا سبحانه وسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن المحن تعقبها المنح، وأن المحن ليست دليلا على أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك. فلم يغضب رب العالمين على نبيه إذ أمره بالصبر، ولم يغضب عليه إذ آذاه قومه وآذاه أهل الطائف. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن للمؤمن في كل لحظة في كل حركة وفي كل سكنات عبادة لله عز وجل. هناك عبادات في الضراء لا تتأتى في السراء، هناك من يعود إلى رب العالمين سبحانه في الضراء ما لا يفعله في السراء. فلنعود إلى ربنا سبحانه وتعالى اقتداء بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنرجع ونتوب إلى ربنا سبحانه في هذه الأيام المباركات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى الإسراء والمعراج. اللهم إنا نسألك أن تجزيه عنا خير الجزاء، وأن ترزقنا شفاعته، كما أدعو الله تبارك وتعالى ببركة هذه الأيام أن يجعل الله مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين أجمعين،
كما أدعوه أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. بفضل الله وتوفيقه استمعتم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك حول ذكرى الإسراء والمعراج هنا في مسجد الرحمن الرحيم بالمنيب بمحافظة الجيزة، حيث الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. استمعتم إلى كلمة من الدكتور المحمدي صالح عطية الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الجيزة. أدعو الله تبارك وتعالى لكل من حضر وأتى إلى هنا أن يجعل الله خطواته من بيته في ميزان حسناته. لكم تحياتي دكتور وليد الحسيني مذيع إذاعة القرآن الكريم ومقدم صلاة الجمعة في القناة الأولى والفضائية المصرية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.